مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة اللي في الحقيقة هي حالة غريبة كطرات، يعني مع الأرانب طرات لي في شي خلفات من قبل وعاود عاوتاني عاودوها، وبغيت نشارككم هذه الحالة لربما تطيحوا فيها تنتوما ويكون عندكم هذا المشكل. ان شاء الله غادي نطرحوا الحلول. اذا في هذه الحلقه في الحقيقه الاصاله غلبت المعاصره. علاش؟ لان منين سولت البيطاري على هذه الحاله التي وهي الحاله اشنا هي، وهي انتما كما كتلاحظوا معايا انتما هذا كيبدا ينتف. انتما شو موراه كيدير؟ انتما راه كينتف وكياكل الشعر ديال خوتو. انتما ملي كنقول له لا هذا يعني ما كيبقاش بحال اللي كيسمع لي الهضره، ولكن غير كيخليني نغبر عليه وكيبقى ياكل وكينتف الشعر من خوتو. هانتوما حاله اخرى، هانتوما راه هذا كينتف الشعر ديال خوه. هانتوما لان ما كيبقاش الشعر عندهم، كيولي كانهم فيهم جربه ولا شي حاجه. المهم ملي سولت يعني البيطاري يعني حتى هو استغرب، قال لي هذه الحاله في الحقيقه راه غريبه. هانتوما شوفوا هذا كيفاش راه داير من راسه. هانتوما يعني هذه سبحان الله كتكون خلفه فيها هاد المشكل هذا. هانتوما لاحظتوا، شوفوا معايا راه منتوف من راسه. منين كما قلت لكم مشيت عند بيطاري وطرحت عليه هذا المشكل، قال لي هذه الحاله في الحقيقه قليله، وتا هو يعني قال لي ما عمره ما جاتو هذه الحاله، يعني باش هما يبقاو ياكلوا مع بعضياتهم. ولكن شنو قال لي؟ قال لي ان خاصك دير لهم لي فيتامين، راه ناقص عندهم شي نقص من الفيتامينات، وراهم عليها كياكلوا من بعضياتهم الزغب، يعني الشعر ديالهم كيبقاو ينتفوا مع بعضياتهم وكياكلوه. انايا يعني قبل ما نشري لهم فيتامين، عندي ناس كنت نتعامل معاهم يعني حتى هما كيربيو الارانب، وعندي واحد السيده كبيره في السن حتى هي كنتعامل معاها، يعني الله يذكرها بخير، يعني قالت لي هذا السر ديال هذا يعني الحل ديال هذا المشكل هذا. اذا المشكل وهو ان الارانب كيتعودوا انهم ياكلوا الشعر من بعضياتهم، الا مشى حتى كان غير واحد معاهم كيبقى ينقل لهم هذاك العدوى، يعني هما كيبقاو يولفوا يعني الحيوانات. علاش ما عودتيهم؟ اذا كان واحد منهم كياكل الشعر، من الاحسن اولا فرزوه بوحده، ما تخليوش مع الاخرين. ثاني حاجه، هاد السيده هادي شنو قالت لي؟ قالت لي انهم كياكلوهم السنان ديالهم، يعني السنان ديالهم كيكونوا في واحد المرحله ديال النمو. اشنو كيبقاو يديروا؟ في الاول كيبقاو غير كيلحسوا من بعضياتهم، كما هاد الصغير هذا، انتما راه غير كيلحس الشعر ديال 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 خوه. وانما من بعد كيولي كي هذاك الزرب كيولي كيعجبو، كيولي مره كياكل منه. ملي كيبقى ياكل منه اشنو كيدير؟ بحال دابا انتما هذا، انتما راه هذا كياكل من هذا، يعني كينتف منه الزغب ديالو. اشنو كيدير هذاك الزغب؟ كيولي هما كلهم كيديروا في بعضياتهم هكاك، لدرجه ان يعني ملي كتنوض في الصباح هما الاغلبيه ما كيديروهاش حداك، يعني كيخافوا الا مشي يعني ضربتيه هكا وقلتي له هما كيسمعوا. سبحان الله، الى في الليل كيبقاو يديروا هذا التصرف، يعني شي شكل هذا التصرف، يعني كاين خلفات اللي دازوا عندي ما كيديروش هذا المشكل، ولكن كاين شي خلفات دازوا عندي كيديروا هذا المشكل هذا. تلاقيت مع هذه السيده هي اللي قالت لي هذا الحل ديال هذا المشكل هذا، وهو الخشب. هانتوما شوفوا سبحان الله، هي قالت لي اش كيديروا؟ انهم يعني هما كيكونوا كيكبروا السنين ديالهم، ومنين كيكبروا السنين ديالهم كيبقاو يحكوهم، هذوك السنينات ديالهم كيبقاو يحكوهم. اشنو كيديروا؟ كيبقاو ياكلوا هذاك الزغب ديال بعضياتهم. وهذه الحاله هذه شكون اللي كتكون عنده بدرجه كبيره؟ وهو الناس اللي دايرين ليكاج، لان ليكاج فيهم السلك هما ما يمكنش انهم يمضيو سنانهم في السلك. اشنو كيديروا؟ كيبقاو ياكلوا بعضياتهم الزغب، لدرجه ان
واحد الفتره انت ملي كتكون باغي تبيع هذوك الارانب يعني الناس كيسحبوا بينهم راه فيهم الجربه الله يسر، وهما راه ماشي جربه راهم غير ينتفوا من بعضياتهم الزغب. اذا هذه الحاله هذه الحل ديالها سهله، قطعه خشب كترميها لهم هكا، شوفوا هنا كيفاش داروا لها في الجوانب ديالها، ها انتما ما تخافوش من 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 الخشب راه ما ياثرش عليهم وخا ياكلوه كاع. انتما دابا كانت خشبه هكا، شوفوا شنو داروا لها، هما اللي نجروها بهذه الطريقه، شوفوا انتما سبحان الله هذا راه كلهم هما اللي داروا هذا الشيء، ماشي يعني ماشي الخشبه كانت دايره هكا. ها هي عاوتاني حتى هنايا كاينه واحد الخشبه اخرى، هي انتما شوفوا شنو راه دايرين فيها، انتما راهم كاع نجروها الجناب ديالها انتما هما سبحان الله. يعني علاج يعني بذكاء، ممكن انه يكون عندكم علاج بذكاء انتما، نقلبها لهم عاوتاني من هذه الجهه باش يبقاو نجروا عاوتاني من هذا القناه ديالها انتما كما كتشوفوا. انتما راهم كيبداو ينجروا في سنانهم، كيحكوهم سنانهم وكيبقاو ينجروا في هذيك الخشبه، وكينساو شنو هما انهم غادي يبقاو ياكلوا من بعضياتهم. انتما شوفوا سبحان الله انتما كيبقاو ينجروا الخشب، وحتى الكبار راني درتها معاهم هذه الطريقه هذه. انتما شوفوا هذه الخشبه كيفاش دايره، هذا النتوه هذه راه النتوه راه واعده تبارك الله، وهكاك وكتمشي كتنجر سنانها في هذيك الخشبه. شوفوا اذا انتما الكاج، الناس اللي عندهم الكيجان هما اللي كيكون عندهم هذه المشاكل هذو، حاولوا انكم يعني ترمي لهم واحد القطعه ديال الخشب واخا تكون كبيره ولا تكون صغيره، المهم انهم يبقاو يمضيو فيها السنان ديالهم، وان شاء الله غادي ما يبقاش عندكم هذا المشكل. اذا كبدايه حيدوا فرزوا، اذا لاحظتوا شي واحد او جوج كيدير هذاك المشكل فرزوهم بوحدهم وما ديروهمش مجموعين، لان غيبقاو ياكلوا من بعضياتهم. حاولوا انكم كل واحد ديروه بوحدو، رميو قطعات خشب وتسناو السلوك ديال الاخرين حتى يوليو مزيانين، عاد ممكن انكم تردوهم لهم، لان هذه الظاهره في الحقيقه راه غريبه ولكن راه كتضايق المربين. يعني انا ضايقتني في الحقيقه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم، ما تنساوناش بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.